السلام عليكم ورحمة الله متتبعين قناة عالم شهي مع درصاف. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم حلوة من الحلويات اللي كتعجب الجميع، بسيطه لكن لذيذه وكتذوب في الفم. غادي نحضر معكم بتي فوغ بمذاق البرتقال، سهل جدا، رائع في الشكل ديالو وسهل التحضير، والمذاق ولا اروع، كيجي بنين وكيدوب في الفم هشيش بزاف بزاف. ان شاء الله غادي يعجبكم، خصوصا الناس اللي كيعشقوا الحلويات البسيطه لكن لذيذه. خليكم معايا وبسم الله. غادي نحتاج اولا 250 غرام من الزبده النباتيه او لا مارغرين، غادي نحتاج 150 غرام من السكر سنيدة ما يعادل كاس عنب مملوء، جوج بيضات، كاس مملوء من النشا ما يعادل 100 غرام، كاس الا ربع من الزيت ما يعادل كذلك 100 غرام. غنحتاج زلت ديال البرتقال، ما تقريبا جوج برتقالات، حكيتهم في الحكاكه الرقيقه وخديت الزلت ديالهم او القشره ديالهم. ممكن تنقصوا كميه القشره، انا كتعجبني المذاق ديال لورونج في هذا البتيفور، هذا علاش درتهم شويه اكثر. غنحتاج رشيشه ديال الخميره الكيماويه، تقريبا ربع الملعقه من الخميره الكيماويه، رشه من الملح، وغادي نحتاج جوج سكر الفانيلا، كيزيدنا واحد المذاق رائع مع المذاق ديال البرتقال، والدقيق 450 غرام من الدقيق. غادي نحتاج باتر او العجانه، المهم انني غادي نخدم بالفوي. غادي نخدم اولا الزبده مع السكر السنيده مع سكر الفاني ومع قبيصه ديال الملحه، وغادي نزيد الزلت ديال لورونج او لا القشره ديال البرتقال. دائما قلت لكم قشره البرتقال تكون محكوكه في الحكاكه رقيقه بزاف. غادي نضربهم بسرعه عاليه دائما في اقصى سرعه حتى كيتخلط ليا الزبده مع السكر جيدا، كتولي بحال شكل تاع كريمه. ولي عندكم هاد البول فاش كتخدموا كبيره بقاو كتهبطوا الجوانب مره مره. ملي كضرب ليا الزبده مع السكر مزيان كنبدا كنزيد البيض، كنزيد البيضه الاولى، ملي كضرب وكتدخل ليا في الخليط الاول كنزيد البيضه الثانيه حتى كينسجموا. من بعد كنبدا كنزيد الزيت تدريجيا، وانا كنضرب كي قلت لكم باقصى سرعه او بسرعه عاليه حتى كنكمل كميه الزيت اللي عندي كامله، وكنخليها كضرب واحد ثواني فقط حتى كتولي بحال الشكل ديال الكريمه، وكتبان لينا انها بحال تنفخت واحد شويه او اللون ديالها ولا ابيض، يعني القوام ديالها كيولي بحال شكل تاع كريمه ناعمه جدا، وكتولي في هاد اللون هذا، يعني اللون فاتح، وكتكون رطيبه كيف كتشوفوا معايا. فهاد المرحله هذه يا اما غادي نكمل يدويا غير بسباتول وانا كنزيد الدقيق والنواشف، اولا غادي نحيد الفوي وغادي نكمل بلافوي، يعني لكم الاختيار. انا غندير غير لافوي باش هكا دغيا نكمل، ولكن كي قلت لكم تقدروا تزيدوا النواشف وانتم كتخلطوا غير يدويا باليد بشي سباتول. غادي نخدم لافوي على درجه اللي هي او فيتيس اللي هي قليله ضعيفه، يعني سرعه اللي هي بسيطه، وغنبقى كنزيد التنشا وغنبقى كنزيد الدقيق شويه بشويه مع رشه ديال الخميره الكيماويه. الخميره الكيماويه تقريبا ربع الملعقه الصغيره فقط، ما غنكثروهاش، فقط شويه ديال الخميره الكيماويه. والدقيق كياخذ ليا بالضبط 450 غرام. غير كيتخلط ليا هاد الخليط مع النواشف مباشره كنوقف تضرب، كنحصل على كريمه بهذا الشكل، يعني كتكون بحال شكل تاع كريمه، ما كتكونش ثقيله وفي نفس الوقت ما كتلصقش في اليد كيف كتشوفوا معايا، يعني راه خفيفه ودايره بحال شي كريم. وكيف العاده كيف كنخدموا كاع لي بيتي فور، غادي نجيب واحد البوش مع لادوي ديالو. بالنسبه لادوي اولا القمع انا درتو شويه كبير مسنن وشويه كبير، لكن اللي بغى البيتي فور ديالو يجي صغير ديروا واحد القمع اللي يكون غير صغير، ما ديروش القمع اللي درت انا كبير، لانه بغيت البيتي فور يجيني كبير. بغيتو الحلوه ديالكم تجي صغيره غادي ديروا غير قمع اللي هو صغير، وغادي تجيبوا بوش غادي تعمروه مزيان بهاد العجين هذا او بهاد العجينه. بالنسبه للبوش حتى اللي ما عندوش البوش ممكن تاخذوا غير هادو اللي كيكونوا جوطابل، كيكون الثمن ديالهم درهم ونص وعمليين بزاف، يعني كتخدموا بهم كتخرجوا بهم العجائن ديالكم بشكل ممتاز. من بعد غنجيب طاوة ديال الفران اللي غنفرش فيها بابي كويسون، ومن بعد غنبدا كنشكل في البيتي فور بهذا الشكل كيف كتشوفوا في الفيديو، شكل اللي هو مموج، يعني كندير واحد الخط وكنرجع وكنعاود نديه ونرجع بحال كندير الشكل ديال ام، ودائما ندير واحد شويه التباعد بيناتهم لانه هذا باقي هذا البيتي فور باقي فاش كيدخل الفران كيكبر واحد شويه، فهذا علاش ندير شويه ديال التباعد بيناتهم.
وكي قلت لكم البتي فور الا بغيتو صغير ديروا القمع او لا دوي تكون هي صغيره. كنستمر بهذا الشكل كيف كتشوفوا معايا، كي قلت لكم الشكل راه موضح في الفيديو. ملي كنكمل غادي ندخل الطاوات اللي عندي الفران، انا كنشعل تحت وفوق في خطره واحده، دائما درجه حراره متوسطه، وكنكون سخنا الفران مسبقا وكنخلي النار متوسطه من الفوق ونار متوسطه من التحت حتى كيتحمر او لا كياخد واحد اللون اللي هو ذهبي خفيف، ما نخليهوش ابيض وفي نفس الوقت ما كنحمروش اكثر من القياس، غير كياخد ليه واحد اللون ذهبي من التحت ومن الفوق كنخرجو، وكيكون هذا هو الشكل ديالو من بعد ما كيطيب. كيف كتشوفوا كيجي الشكل ديالو زوين بزاف، كيجي اللون كيف كتشوفوا خدا واحد التحميره اللي هي غير خفيفه باش حتى المذاق ديالو كيبقى زوين وكيبقى محافظ على المذاق ديال البرتقال والريحه اللي طالعه منه. دابا ما نقول لكمش يا سلام ريحه رائعه جدا، ريحه ديال الفاني مع الريحه ديال داك الزيت الطونج اللي درنا ممتاز جدا. غادي نخلي البيتي فور ديالي يبرد تماما عاد غادي ندوز للتزيين. بالنسبه للتزيين كناخذ القليل من الشوكولاته السوداء اللي كندوبها في دماغي، ومن بعد كنبدا كنغطس هاد البيتي فور من الجوانب. ممكن تغطسوا الجوانب كيف درت انا، او لا ممكن ديروا النص ديال تغطسوا النص ديال هاد البيتي فور كامل في الشوكولاته. وكيف كنعرفوا المذاق ديال الشوكولاته راه كيتواتى بشكل رهيب مع المذاق ديال لورانج مع المذاق ديال البرتقال، هاد جوج مكونات كيتواتاو بشكل عجيب. يعني ما نقول لكمش المذاق ديال الشوكولاته شحال كيجي معاه المذاق ديال البرتقال. كنستمر بحال هكا، ودائما ملي نغطس الشوكولات او ملي نغطس البيتي فور في الشوكولات نكون مجده واحد البلاطو اللي فوق منه البابي كويسون، وهذه حاجه مهمه ضروري نحطو فوق من بابي كويسون باش هكا كينش فيا الشوكولات كنزول البيتي فور بكل سهوله بلا ما كيتهرس ليا، خصوصا انه هاد البيتي فور هشيش بزاف. يعني نحطهم فوق من بابي كويسون ونخلي الشوكولات حتى كينشف تماما وتيبرد عاد نقلعهم من البابي، وكيكون هذا هو الشكل ديالهم. كيف كتشوفوا كيجي الشكل ديالهم زوين بزاف، منظرين فيهم منظر اللي هو زوين حلوه اللي هي بسيطه. بتي فور يعني شي حاجه اللي هي معروفه من زمان وكتبقى دائما من الحلويات السهله واللذيذه بزاف، ورغم البساطه ديالها الا انها كتجي رائعه، خصوصا اللي خدمتوها بهذه الطريقه اللي عطيتكم، يعني طريقه اللي هي مضبوطه كتجي هشيشه كتذوب في الفم بالمعنى الصحيح ديال كتذوب في الفم. كذلك المذاقات اللي درنا فيها كيجيو مواتيين بشكل عجيب، مذاق البرتقال مع الفاني مع الشوكولاته رائع جدا جدا. نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله غادي تعجبكم بزاف. وصلنا النهاية ديال الفيديو، كنتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنساونيش باللايكات كيف العاده الى عجبتكم الوصفه، وبارطاجيوها او شاركوها مع الاهل والاصدقاء اللي تعم الفائده. ولا كنتو اول مره تشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا. نقول لكم خليتكم على خير، نشوفكم من بعد ان شاء الله، الى اللقاء.